أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال وسيدات الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم الدكتورة إيمان رضا، The Owner and Founder of Rich Delights. دكتورة إيمان، نحن نرحب فيك بداية في برنامج رواد الأعمال، نورتينا ونورتي شاشة برنامج رواد الأعمال. أهلا وسهلا فيك، شكرا كثير على الاستضافة وعلى المقابلة. أهلا فيك. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. إيمان رضا، باحثة في مجال التسويق، متخصصة بالبيك داتا أناليتكس، أونر أند فاوندر دايركتر لريتش ديلايت، ومتطوعة بالهلال الأحمر الإماراتي فرع أبوظبي. طبعا ريتش ديلايت الاسم اللي أثبت نفسه في مجال الحلويات. حابين نتعرف أيضا كيف بدأ وكيف بدأت مسيرتك في ريتش ديلايتس؟ ريتش ديلايتس قبل سنين، من قبل كان اسمها لوجو ديلايت. أيامها أنا كنت متخصصة بعمل بصمم القوالب الشوكولات للبي تو بي كاستمرز، كنت بشتغل أز ماركتينج كونسلتنت. فقعدت فترة بصمم قوالب الشوكولات وبعمل شوكولات للبي تو بي كاستمرز. بعدها فكرت انه واي نوت انه يصير في عنا زبائن دايركتلي بي تو سي كاستمرز، وطرحت الموضوع على الانستغرام وعملت اكثر من مره شوكليت مفصله باحرف وباسماء لزباين مباشره، ولقيت انه في اقبال على الموضوع. فمن وقتها فكرت انه لا، لازم يكون في عنا محل صغير، وبلشت انا وشيف ثاني بلشنا نعمل شوكليت، وصار في عنا زباين بس لموضوع الشوكولاتة اللي هي to customize للإيفنت، to customize للويدنج، للبيرثدي، نفصل بأي طريقة أنت ممكن تكتب فيها هدية نفصلها بالشوكولات، نستخدم طبعاً بلجيان شوكولات. بعدها أنا والشيف قررنا أنه نطرح برودكت جديدة، ففكرنا بالإكلير وفكرنا بالكانولي، وفعلاً طرحنا الإكلير والكانولي، واللي لهلأ في عنا زباين من سنين من قبل، ولهلا مستمرين معانا على الاكلير والكانولي والحمد لله. يعني طبعا هلا ريتش ديلايت فيها منتجات كثيره، في عنا الشوكليت كاستمايز شوكليت زي ما حكينا اللي هي موجوده من البدايه، وفي عنا الاكلير والكانولي موجودين لهلا والحمد لله، هن هيرو برودكتس از ا بيست سيلر. كمان في عنا منتجات اللي هي عنا كيكات اعراس اعياد ميلاد، في عنا كيكات صغيره، في عنا مجال متخصصين فيه اللي هو للإيفنتس وللأعراس اللي هي الميني بايتس الميني تريتس. بالعادة بيجيبوا لنا صواني الأعراس تبعتهم وبنعطيهم الميني إكلير، الحمد لله عليها طلب وإقبال كتير، ونفس الطعم من أول ما بلشنا من كم من سنة، ما شاء الله عنكم. طبعا في ظل المنافسة في سوق دولة الإمارات العربية في جميع مجالات العمل، طبعا لازم يكون عندك شيء مميز حتى يجذب دائما العملاء مرة أخرى. حابين أيضا نتعرف عن المميز عندكم في ريتش ديلايتس. أكيد زي ما حكيت أنت، الإكلير موجودة والسويتس والكيكات موجودة أكيد، لكن نحن من البداية أنا كنت مصممة أنه ما يكون في أي ريدي ميكسز، ما يكون في أي بريزيرفاتيف أو أي مواد صناعية. كنت نهائيا مو حابة تدخل هاي المواد للمطبخ تبعنا. فإذا بتعتبر أنت شو بيميزنا، أنه نحن بنستخدم أو الاستراتيجية تبعتنا we bake from the scratch، ما بنستخدم أي مواد حافظة أو أي ready mixes، وبالتالي بيجينا زباين بيحكولنا أنه الطعم كتير خفيف، الطعم طيب، ما بيحسوا حالهم متقلين بالكيكات يعني. فهذا لأنه نحن ما في ready mixes بأي من منتجاتنا، يعني بدون أي مواد حافظة، كل شيء طبيعي يعني مثل ما بيقولوا. كل شيء طبيعي، وفي عنا حتى لاين غلوتين فري للي عندهم حساسية. شو السبب طيب؟ يعني شو سبب إضافة بعض المنتجات الخالية من الجلوتين يعني؟ هلأ بداية أنا نفسي سيلياك، أنا وابني سيلياك وأخوي سيلياك، كانت الفكرة أنه الشيف لما بده يعمل شيء برودكت جديد أنا لازم أدوقه قبل ما أطرحه أكيد على السوق. فكنت أنا أطلب أنه لا، لازم نعمله بالجلوتين فري ونعمل التطوير على هذا البرودكت بالجلوتين فري. حتى أول فترة من فتراتنا لما كنا ننزل البرودكت جلوتين فري كانوا زباين يجوا يحكونا ليش نحن ما بيصير فينا نفخة، ليش نحن منحس أنه المنتج كتير خفيف على المعدة. أيامها أول ما بلشنا كان كل منتجاتنا جلوتين فري.
فبعديها لا توسعنا أكثر، صار في عندنا جلوتين فري وعادي. الجلوتين فري زي ما قلت لك لأنه أنا أساساً سيلياك، أنا وابني سيلياك، وأكيد للي عندهم حساسية كمان بيقدروا يستفيدوا من هذا المنتج. حابين أيضاً نتعرف عن أهم الأمور وأصعب الأمور أيضاً في التعامل مع الموظفين في ريتش ديلايتس. هلا ان جنرال كبزنس اكيد في اكثر من صعوبات ممكن تواجه البزنس اونر او البزنس دايركتور. طبعا باكثر من مجال، لو بدك تتفرج على البزنس باكثر من مجال اكيد في صعوبات، او ممكن نسميها هي تحدي لحتى انت توصل للنتيجه الافضل او للنتيجه نحكي اللي بيكون بيتوقعوها منك زبائنك. صحيح. الموظفين ممكن أو نحكي الموظف ممكن يفكر أنه في أنا ببدع بهذا المجال بس، فأنا ممكن أركز بهذا المجال. فهي الفكرة أنه أنت بتحاول تكتشف إيش المهارات الموجودة وممكن أنك توجهها وتعلمهم يستخدموها بأقل وقت ممكن، يعني مع إدارة الوقت بنفس الوقت. طبعا بعيدا عن أنه أونر وفاوندر لريتش ديلايتس، حابين أيضا نتعرف عن دورك في الريتش ديلايتس. هلا بالنسبه لريتش ديلايت انا موجوده بكل المجالات، يعني انا موجوده بالاوبريشن باغلب الاوقات، انا بكون موجوده معهم سبيشلي لما نكون بالهاي سيزن او اذا بيكون في عندنا ويدنج او بيكون في عندنا اكثر من ايفنت بنفس اليوم، تلاقيني انا موجوده معهم. يعني حتى لو ما اشتغلت بايدي بس انا بكون موجوده معهم، بتاكد انه الاوبريشن ماشيه صح، ترتيب الأدوار ماشي صح، ما في أي خربطة، ما في أي miscommunication مع الكاستمر أو between the employees internally. غير الأوبريشن أنا موجودة بالمحاسبة، بالHR، بالماركتينج and sales، ف I'm everywhere. يعني قايمة بالدور كامل من الA to Z، وفعليا هذا دل على نجاح طبعا البزنس، وكيف أنه الواحد راح يتعب للبزنس حتى يلاقي نتيجة مرضية. حابين أيضا نحكي عن الرحلة الأكاديمية للدكتورة إيمان. طبعا الدكتورة، وحابين أيضا نعرف المشاهدين على رحلتك اللي هي الدكتوراة. رحلة الدكتوراة طبعا قبل 4 سنين رحلة الدكتوراة بلشت، درست أو تخصصت بالبيج داتا أناليتكس وبالكمبيتيتيف انتليجنس بروسيس للشركات بالإمارات، كانت الكيس ستدي تبعتي موجودة بالإمارات. درست بجامعة نورثهامبتون باليوكي، الحمد لله كانت رحلة ليرنينج جيرني طويلة ومتعبة، لكن الحمد لله خلصتها وقدمت الرسالة ومش الحال. طبعا حب نبارك لك، طبعا ألف الله يبارك مبروك. فيك شكرا. وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح آخر. طبعا في سؤال أنا محيرني، وهو كيف كان في عندك قدرة بالتوفيق بين أنه إدارة البزنس الخاص فيك وأيضا الدراسة والتركيز على الجانب الأكاديمي؟ أكيد هي مش سهلة، وأكيد ما في مانيوال الواحد مشي عليه أنه كيف يمشي بهاي الصعوبات. أكيد مرقت أيام كتير ما نمت فيها وتعبت فيها وقلقت وكانت صعبة طبيعي، بس يمكن أنه أنا كنت مستمتعة بالنتيجة قبل ما أوصل للنتيجة. فكرة أنه الواحد يدمج بين العلم والعمل فكرة جيدة كتير أنا بشوفها. بالنسبة للعمل أنا من زمان بشتغل، يعني من أيام الجامعة البكالوريوس وأنا بشتغل محررة بجريدة، فأكيد العمل مهم والمردود المادي أكيد مهم طبعا بالحياة، بس تطوير الذات وتطوير المعرفة والنولج دايما برضو كمان مهم. الواحد يعني كل ما بتفكر حالك أنه أنت وصلت لمرحلة معرفة معينة دايما بيطلع لك معلومات جديدة وبيطلع لك، والتكنولوجيا هالأيام يعني عم بتكون أسرع فأسرع. فكنت حابة أنا يكون أنا مستمرة بالعمل، بس بنفس الوقت كنت حابة كمان أكمل المسيرة الأكاديمية بنفس الوقت. طبعاً إحنا بما أنه إحنا في دولة الإمارات، حابين أيضاً نتكلم عن دولة الإمارات، نتكلم أيضاً عن الأمن والأمان في الدولة وكيف ممكن يساعد، خصيصاً كسيدة أعمال وأم بنفس الوقت، وحتى أن نحكي دكتورة بنفس الوقت، يعني كيف ممكن يساعد الأمن والأمان على استقطاب مستثمرين من خارج الدولة؟ كيف ممكن يأثر أيضاً الأمن والأمان عليك كسيدة أعمال؟
هلأ ديفنتلي أكيد الإمارات ساعدت، أو لو بدي أحكي عن صعيد شخصي، ساعدتني كتير بهالمسير المهنية والأكاديمية بنفس الوقت. يعني أنا بالنهاية حتى الدراسة الجامعية كانت وأنا موجودة بالإمارات. بالنسبة لريتش ديلايت، يعني السوق التنافسي الموجود بالإمارات كان يعزز يعطي مساحة للإبداع، يعطي مساحة للتنوع، للجودة، للكفاءة بالمنتجات المعروضة بالسوق. فهي أكيد دولة الإمارات أعطت مساحة واسعة للإبداع، وكان من تجربتي أنا الخاصة أنا استفدت من هذه المساحة المطروحة في دولة الإمارات. طبعا دكتور إمام، نحب أيضا نشكرك على ظهورك معنا اليوم، ونحب أيضا نوجه رسالة شكر لشيوخ وحكام دولة الإمارات العربية المتحدة على الرؤية والقيادة الرشيدة اللي أدت على أنه دائم الرجال وسيدات الأعمال في الدولة بيكونوا دائما مرتاحين ومبسوطين في الدولة. وحابين أيضا نوجه رسالة شكر من ريتش ديلايت لشيوخ وحكام دولة الإمارات. بنوجه رسالة شكر لشيوخ وحكام الإمارات على التسهيلات وعلى نعمة الأمن والأمان الموجودة في الإمارات. شكراً كثير لكم. شكراً لك دكتورة إيمان. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفتنا المميزة. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.